محتاجة ايه علشان اعمل بسبوسة؟ هبقى محتاجة 2.5 كوباية من دقيق السميد، محتاجة كمان 1 كوباية سمنة، اقدر انزل 1 كوباية السمنة لـ1 كوباية الا ربع مفيش مشكلة، ومحتاجة علبة زبادي، 1/4 كوباية من السكر، 0.5 معلقة كبيرة بيكنج باودر، 1/4 كوب من جوز الهند، والسيرب بتاعنا بيبقى خفيف يعني بنحط 2 كوباية سكر عليهم 2 كوباية من المية، لوز مقشر علشان الوجه ممكن بندق وممكن سادة طبعا. يلا بينا، أول حاجة هنحتاج إيه؟ نعمل العسل كده بتاعنا. السيرب عندنا بيكون خفيف وفي نفس الوقت بينزل على البسبوسة سخن، نقدر نستخدم عسل الجلوكوز أو نستخدم ملح الليمون أو عصير الليمون. المقادير دي تاخد قد إيه؟ تاخد 0.5 ليمونة، بس لو ليمونة كبيرة شوية وميتها زيادة مش هعصرها كلها للآخر، يعني عصرة كده، معلقة من عصير الليمون، أو هحط 0.25 معلقة من الملح ليمون، أو هحط 0.25 معلقة من العسل الجلوكوز. حط كده، هنحطهم على النار، مش هنقلب، وبعد ما يبتدوا يغلوا كده هنزل عسل الجلوكوز على طول. طبعا ده بيساعد ان السكر بتاعنا او الشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا او الشيره بتاعتنا ما تسكرش، ايا كان بقى بتقولوا عليها ايه. بعد كده مقاديري هي اللي انا هشتغل بيها دلوقتي زي ما قلت لكم. طيب بنعمل ايه؟ الطحينه دي علشان بنبطن بيها الصينيه. ادي صينيه البسبوسه، هنحط فيها 0.5 معلقة من الطحينه، والحقيقه ان الطحينه بتفرق جدا في الطبقه اللي من تحت دي، بتديها لون حلو، لون لطيف جدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على البسبوسه وما بتديش طعم. لو انتوا فاكرين ان هي بتدي طعم، لا ما بتديش طعم خالص. نبطنها كويس كده حبايبي علشان ايه؟ نحافظ على البسبوسه بتاعتنا ويبقى لونها جميل. كده الطحينه خلاص، عسل الجلوكوز هنستخدمه كمان شويه، نشيل الطحينه ونبتدي نبس البسبوسه. جودة السمنة هي اللي بتلعب الدور يعني دور البطولة في الطبق ده. لو أنا عندي سمنة كويسة ريحتها حلوة أيا كان، نباتي بلدي أي حاجة، بس تبقى نوعها حلو وريحتها حلوة، دي أهم حاجة. هحط كده دقيق السميد، هحط السكر، وبعدين هحط السمنة. نبس البسبوسة بقى، هنضيف كل الإضافات كمان شوية. نشرب كده. احنا طبعا عارفين البسبوسة روحها السمن، فهي فعلا الجودة بتاعتها هي اللي بتدينا الطعم اللي احنا بنحبه، وبيفرق معانا سواء بسبوسة حلوة أو وحشة. من كده اللي عايز يشيل جوز الهند مفيش مشكلة، بس بصراحة بيدي فرق في القوام، حتى لو ما بتحبوش جوز الهند الكمية القليلة ما بتبانش، يعني لو فاكرة ان هو بيبان قوي فما بتبانش، بس بتدي قوام ونكهة مظبوطة للبسبوسة. هحط كده جوز الهند دلوقتي، وهحط كمان البيكنج باودر، وكمل توزيع بالشكل ده. بصوا ازاي اتشربت، موضوع بسيط جدا. هنزل بقى بالزبادي، واجمع البسبوسة بتاعتي كده. كده تمام جدا، جبت اللي تحت اللي في الجناب كله بقى نفس القوام زي ما انتوا شايفين. نوسع لنفسنا ونجيب الصينية ونحط فيها البسبوسة.
رانيا اتصلت بينا دلوقتي وعايزة مقادير البسبوسة تاني. يلا بينا، مقادير البسبوسة نزلت اهي على الشاشة قدامنا. احنا مقاديرنا النهاردة هتبقى مهمة، فعايزين ايه نحاول من وقت للتاني ننزلها ونسيبها تطول شوية، نسويها كده. هي المقادير دي احنا حاطينها دي في الصينيه دي مقاس كام يا راجل؟ طيب اعتقد 26 مش 28، فهي مقادير 26 و28، يعني تفرديها في صينيه مقاس 28 و26. انا حاسه كمان ان هي عاليه سنه هنا. يعني انا اخترت الصراحه، رغده جابت لي صينيه قلت لها لا اديني الاصغر شويه، فانا حاسه ان هي ممكن كانت تستحمل تبقى في الاكبر من كده، بس تمام. دي كده 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 كده، انا بس بحاول اساوي كله على قد ما نقدر، ما تكتريش سوائل، ما تقوليش احط حبه لبن، طب احط شويه اي حاجه، ما تحطيش اكتر من كده. كده زي الفل تمام. يلا بينا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقطعها، نجيب السكينه ونقطعها. عايزه ما تقطعيش وتقطعي بعدين مفيش مشكله، براحتك، بس انا بحب اقطع قبل بصراحه. اللي بيحب الطرف بقى واللي بيحب الوش واللي بيحب النص يعيش حياته. الفرن سخن، هننزلها حالا على فرن سخن، بس هنحط اللوز الاول او البندق او طبعا سادة، وانا من هواة السادة بصراحة، يعني مطلبش البسبوسة بأي حاجة أبدا، أنا أصلي من هواة البسبوسة وبحب الحلويات الشرقية بشكل كبير قوي. بس قبل ما أحط، علشان قبل ما أحط اللوز، تعالوا نحط معلقة من العسل الجلوكوز، معلقة كبيرة كده، وهنعوزه خفيف مش هيبقى تقيل، فهننزل عسل الجلوكوز ونسيبه دقيقتين تلاتة ونرفعه من على النار، بس إيه نطمن إن كله داب. وعايزه اوطي النار، طالما غلي كده يبقى نوطي النار بقى. هديت النار خالص، بقى نحط اللوزه. زوقناها ورتبناها، هندخلها بقى على الفرن علشان في الرف اللي في النص. تقدري تحطيها في الاول تحت بالظبط 4 دقايق وبعدين تقومي رفعها على في النص، او من الاول في النص وخلاص، فعشان ما تتعبيش نفسك خليها من الاول في النص. بس عايزه انزل يبقى في النص الاقرب لتحت مش لفوق كده. ابتدت تاخد لون اهو، احنا شغالين فوق وتحت ولا ايه؟ لا تحت بس. اوكي ابتدت تاخد لون. الفرن بتاعنا جميل ولما نبقى عايزين بقى في اخر الحلقه يشد حيله مفيش. ادي البسبوسه، يلا بينا، البسبوسه بتاعتنا خلصت. سامعه؟ يلا تعالوا نسقيها بقى.
حالا، ثانية واحدة هنسقيها حالا. سيرب سخن برضو ممكن يبقى عادي أسخن من كده، أنا يدوب هدي عشان التكييف. نعمل كده 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 ونسيبها بقى إيه تتشرب براحتها. هي البسبوسة سخنة والشربات سخن. تعالوا نعمل كده، تتشرب بقى براحتك.